احلى شريمه في السوق اللي هي شريمه الفنار. هندوس على اول زرار الصوت بتاعها، هندوس على الثاني، حتى الميزه الحلوه كمان بيدينا شكل رائع في حركه النور. الثانيه هنيجي للثالثه، الجايه دي اخطر صوت احنا هنجيب لكم صوت جامد جدا جدا. ده صوت واحد منهم رائع جدا جدا، حتى صوتها مع الاضاءه المتحركه 10 على 10. هنشغل تاني، هنشغل التالتة، دي أول واحدة. هنشغل التانية، دي التانية، هم طبعا فيها أروع أصوات كده. التالتة تمام، شوف أنا لما بوصل عشان ما تاخدش وقت جامد. بعد كده احنا كده سمعنا اصوات سرينا، واول حاجه معانا الليزر العجيب بالضوء اول حركه، ودي تاني حركه بشكل رائع جدا جدا، بيشتغل باتنين حجر قلم، دي رقم ثلاثة الشكل الضوء باين اهو، ودي رقم أربعة دور ضوء متحرك سريع، ورقم خمسة عكس الناحيه التانية شكلها جميل جدا في الاضاءه الليليه، وده رقم ستة، هي سبع اشكالات رائعين جدا جدا، ودي رقم سبعة. عندنا هنا كمان احنا النظام الاشارة الليزر من رائعة جدا جدا، ونازلة بسعر رائع جدا جدا، ده ليزر رقم واحد ثابت بيعمل لك خط بدون حركة، يعني خط يبقى ايه بين العجلة من الجنبين من هنا ومن هنا، شكلها جميل جدا جدا. ولما تدوس على زرار تاني بيديك الشكل الليزر التاني اللي هو المتحرك، الشكل باين اهو. واحنا كمان دي احنا عاملينها في وقت نهاري كمان، مش وقت ليلي، الليلي بيبقى اضاءته جميله جدا جدا، ودي الليزر العجيب، وبيشتغل كمان الاضاءه السبع اشكالات مع الليزر بيشتغلوا الاثنين مع بعض. واتمنى الحلقه دي تعجبكم، الليزر وسيرينات او اصوات السيرينات وتعجبكم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.